أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، درسنا اليوم درس من دروس النحو وهو علامات إعراب المبتدأ والخبر. معنى أن أنا بتكلم عن المبتدأ والخبر يبقى أنا كده بتكلم عن ركنين أساسيين في الجملة الإسمية. ياريت كلنا نفتح البوكلت صفحة 97 وهنتكلم عن المبتدأ والخبر، هما الركنين الأساسيين في الجملة الإسمية. يعني إيه أصلاً مبتدأ ويعني إيه خبر؟ قلنا قبل كده إن المبتدأ هو الاسم الذي نبدأ به الجملة الإسمية. طيب وقلنا برضو قبل كده إن المبتدأ دايماً بيبقى مرفوع. طيب بس عمرنا ما قلنا أو حددنا إن علامة الرفع بتاعته بتبقى أساسية. طيب دي بقى الدرس بتاعنا النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه، امتى بيبقى مرفوع؟ بيبقى مرفوع بايه؟ بالضمه. اول حاجه الضمه، اذا جاء مفرد او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير. يعني مثلا لما اقول الطالب مجتهد، طب كلمه دي جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ طبعا كلنا عارفين ان دي جمله اسميه عشان بدات باسم اللي هي ايه؟ الطالب. طب لما نيجي نعربها هنعربها ايه؟ مبتدا. طب المبتدا دايما بيبقى ايه؟ مرفوع. طب هنا الطالب اسم ايه؟ مفرد، يبقى علامه الرفع هتبقى الايه؟ الضمه. يبقى هنقول الطالب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه علشان هو اسم ايه؟ مفرد. طب رقم 2 الالف، اذا جاء مثنى، لو المبتدا ده عندي مثنى هيبقى علامه الرفع ايه؟ الالف. طبعا احنا كنا خدناها قبل كده في علامات اعراب المثنى ان علامه الرفع في المثنى بتبقى الايه؟ الالف. طب المثال اللي احنا خدناه فوق في الضمه زي الطالب مجتهد قلنا ان هي مرفوعه بالضمه عشان هي اسم مفرد. طب تيجي نخلي الجمله دي كده مثنى، الطالبان مجتهدان. طب كلمه الطالبان جت في ايه؟ مبتدا. طب المبتدا ده مثنى ولا مفرد؟ مثنى، يبقى على طول علامه الرفع هتبقى الايه؟ الالف. رقم 3 الواو، اذا جاء جمع مذكر سالم. طب لما اجي اقول كلمه المعلمون مجتهدون، طب كلمه المعلمون اسم وجي في اول الجمله يبقى مبتدا. طب المبتدا ده دايما بيبقى ايه؟ مرفوع. طب ليه قلت عليها يبقى مرفوع بالواو؟ علشان هو جمع مذكر سالم. بعد كده ثانيا الخبر، وهو الركن، ما ينفعش يجي مبتدا من غير خبر، لازم يجي الركن الثاني اللي بيكمل لي او بيتمم لي معنى الجمله الاسميه. يعني ينفع اقول كلمه المعلم واسكت ما فهمتش حاجه، لكن لما اقول المعلم مجتهد يبقى كلمه مجتهد عرفتني المعلم ده ايه؟ ماله. ويعرب دايما خبر مرفوع وعلامه الرفع نفس اللي احنا خدناه في المبتدا، هيبقى هو الخبر. يبقى علامه الرفع الضمه اذا جاء مفردا او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير، والالف اذا جاء مثنى، والواو اذا جاء جمع مذكر سالم. رقم 1 الضمه، امتى بقى المبتدا والخبر بيبقوا مرفوعين بالايه؟ بالضمه. اذا جاء مفردا او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم. طب تيجي ناخد المثال بالامثله هنعرف بقى امتى يكون مرفوع بالضمه وامتى يكون مرفوع بالالف وامتى يكون مرفوع بالواو. في حاله المفرد زي ايه؟ لما اجي اقول يعني ايه المفرد؟ يعني حاجه واحده بس، الكتاب مفيد. طب الكتاب ده حاجة واحدة ولا حاجتين؟ لا حاجة واحدة. طب الكتاب اسمه جه في أول الجملة، يلا مين يقول؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب الكتاب ده ماله؟ طبعا بنروح عند كلمة الكتاب ونطلع سهم ونقول ايه؟ ونكتب كلمة ماله. يبقى مفيد هتبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بعد كده يبقى دي كده في حالة المفرد يرفع المبتدأ والخبر بالضمة. رقم 2 في حالة جمع التكسير، كلنا عارفين ان جمع التكسير اعرابه زي المفرد بالظبط. يعني ايه مش زي المفرد بالظبط؟ يعني بيرفع زيه بالضمة. التلاميذ أذكياء، التلاميذ دي اسمه جه في أول الجملة هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب ليه قلت علامة رفعه الضمة؟ عشان هو جمع تكسير. أذكياء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة برضو عشان هو جمع تكسير. رقم 3 جمع المؤنث السالم، الفلاحات نشيطات. كلمة الفلاحات اسم ولا فعل؟ اسم. طب اسم ايه؟ اسم جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم؟ اخرها الف وتاء، يبقى جمع مؤنث سالم برضو هتبقى علامة الرفع الضمة. نشيطات هتبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. يبقى هنقول ان اول، هقول تاني ان اول حاجة في علامات اعراب المبتدأ والخبر يرفع بالضمة اذا كان اسما مفردا او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم.
بعد كده في حالة المثنى طبعا كلنا عارفين ان علامة الرفع في المثنى بتكون الألف، زي ايه يا ميس؟ زي الزهرتان متفتحتان. الزهرتان اسمه جه في اول الجملة هيبقى مبتدأ. طب يا ميس هي زهرة واحدة ولا اتنين؟ لا اتنين، الزهرتان متفتحتان. الزهرتان هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. متفتحتان الزهرتان دول مالهم؟ متفتحتان، هيبقوا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. لازم كويس قوي نبقى عارفين ان الاسم ده مثنى ولا مش مثنى، ده برضو كنا خدناها قبل كده في ايه؟ في درس المثنى. بعد كده في حالة، بعد كده رقم 3، الواو يرفع المبتدأ والخبر بالواو في حالة جمع المذكر السالم، زي ايه مثلا؟ العاملون ماهرون. كلمة العاملون ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. طب جمع ايه؟ مذكر سالم، عشان اخره واو ايه؟ ونون. طب هنعربها ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. العاملون دول مالهم؟ ماهرون، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وبكده نكون وضحنا علامات إعراب المبتدأ والخبر. يلا نشوف بقى نحل التدريب. ضع مبتدأ في المكان الخالي وأذكر علامة إعرابه. رقم 1، نقط ناجحان. يعني ايه ناجحان؟ ده مثنى ولا مش مثنى؟ مثنى، عشان اخرها الف ونون. طيب ناجحان مين يقول؟ التلميذان او الطالبان؟ الطالبان ناجحان. طب ينفع نقول الطالب ناجح؟ لا، لازم نقول الطالبان ناجحان عشان ده مثنى وعلامة الرفع هتبقى الالف. بعد كده رقم 2، نقط رحيمات. مين اللي بتبقى رحيمات؟ الأمهات. طيب العلامة الإعرابية اللي هي الإيه؟ الضمة. طب ليه الضمة؟ علشان هو جمع مؤنث سالم. التلميذات فاهمات، كلمة التلميذات هتبقى العلامة الإعرابية الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. طب نقط نشيطون. المعلمون نشيطون. طب علامة الإعرابية اللي هي الإيه؟ الواو، عشان هو جمع مذكر سالم. الطائرتان محلقتان، يبقى العلامة الإعرابية الألف لأنه مثنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.